سانتا بو متواصلين حتى نص الليل. نستنى في تليفوناتكم على 72 328 500. نبداو ناخذوا التليفونات توا ومتواصلين معكم حتى نص الليل بالتليفونات. دونك ما تبخلوش كلمونا على 72 328 500، ولا زادة تنجموا تخليو لنا ميساج على الباج نتاعنا فيسبوك باج سيكسبريمي سان تابو، وتخليو لنا نمرو تليفون نحنا نكلموكم باش تدخلوا معنا. سينو دكتور نمشيو توت سويت مع التليفون الاول. معنا كريمة، مرحبا بك. الو مرحبا. مرحبا كريمة. دونك موضوعنا الليلة هو الإدمان على الأفلام الإباحية، شنو أضراره وكيفاش نتجاوزوا الإدمان هذايا. دونك مرحبا بك مرة أخرى معنا على راديو ميد. تفضل تنجم تحكي لنا مشكلتك. مرحبا دكتور. مرحبا بك كريمة. ولي أنا كنت مخطوبة لواحد يتفرج برشا على الأفلام هذايا. أنا أصلا تصدق ما وليت خايفة منه، وليت بالرسم حتى كنت نخرج للبلاصة ولا نحكو في الليل بعد نحكو في الليل، وليت خايفة منه على شر تليفونه ملغم، الفيسبوك متاعه ملغم، كل شيء فيه مش عادي أصلا. لين ساعة على ساعة نقول ما يمشيش يخدم، نقول له علاش ما مشيتش تخدم، قولي راني البارح بيت سير. يا رحم ولديك عليه سير انت في الليل يا أخي شنو؟ قولي سير سير. المرة من المرات أنا وقتها نخدم أنا وياه نخدم وخرجنا مع بعض، صحيح مولديك شبيك تو كنا نستنى فيه حاسينه في اللواز قدام الدار. لين خرج الصباح ونسال اليوتيوب نتاعو محلو. وحليت هكا نتركز نلقاه مش نورم عليه، قلت له هكا الصباح واجهته معنا وأنا نتفرج على هذاك وكان عاجبك، حاولت باش نحيا له صنع ذيك أما ما بالرسمي ما نجمتش، وليت أنا بعد ما عادش بالرسمي وطلت لي عصاجي على الأخر دكتور. وليت أنا مهالوسة، وليت أصلا كان ما بعتش عليه ما عادش شنو باش يصير في أنا وقت قريب يهزني في طيار أنا ما عينيش نمشي. شنو التيار هذي ما فهمنيش معناتها شنو تقصد بيه التيار؟ شنو التيار اللي يهزك فيه؟ هو مع كل مرة يبعث لي فيديو يرحمه ليك ما يبعث لي عليه هيك. هو قاعد يبعث في فيديوهات باش تشوفهم. اي نورمال انت مش تولي مرتي ليه؟ انا ما نحبش، انا عندي مبدأ اللي انا فاهم حكايات انا نحب نعرفهم وحدي، ما نحبش انا نتفرج عليهم. ليه نورمال انت مش تولي مرتي يرحم والديك ما نحبش. يحاول انه يمارس معاك حاجات تفرج فيهم في الافلام حتى وانتم مخطوبين معنا. يقول لي فهم حكايات اسمي معتا جبنا كبير اسمي راو انت شو تلفزت لي انا بعثك فيهم احتمش نعملهم من بعد. يرحم والديك حرام عليك عليه هيك يبدو اصلا ما وطلع ما عنده حتى حاجة خايبة كان الفزت ازول بالرسم ما فيش حتى عيب مطرب بكل شيء إلا الحكايات هذه هي اللي خلتني أنا بعد عليه. وكي بعدت عليه ما حاولش معناتها يرجع لك وقالك باهي تو نبعد على الأفلام هذوما والحاجات اللي تفرج فيهم هذم؟ هو قبل احنا ما بعضنا حب يبعد وما نعرفش نبعد ناحية اليوتيوب من التليفون. استعمل تليفون عادي ما فيه بس نورمال الناس كل تستعمل تليفونات عادي. ما عارف انا بعد انت التلفزيون تحل التيفي مش لازم تستعمله، كان في الخدمة عادي حاجات عادية هذا ما يصير نورمال لازم انت تبعد. يقول لي وحدي ما الله غالب لتك وانسا نولي على عصايبي نحس روحي كيف نمشي نعمل نتفرج انا نحس روحي نفسيتي مرتاح. يقول زرتوا طبيب؟ هزيتوا طبيب ولا هو مشى؟ هو مشى اما ما كملش معه، مشى بركة مرتين برك ما عودش كامل. هو كان كمل معه مع تمرات اخرين يمكن يبعد ما هو ما كملش معه. به دكتور نخليك هيك انت كان عندك سؤال. لا فقط هي اي فتاة باش تشوف خطيبها وزوج المستقبل مدمن على مشاهدة الافلام الاباحية ذي او يرسل لها الافلام او اللقطات الصور هذه الخليعة او المشاهد
قصيدة الخليعة الإباحية عندها الحق باش تخاف وتتفجع وخاصة كي تكون ما عندهاش تجارب عاطفية ولا جنسية، دونك سي نورمال باش أنا تخاف. شوف هو كي بقية كيما بقية أنواع السلوك الإدماني، الإدمان على المواد الإباحية مربوط بحدوث تغييرات تصير على كيميائية تصير في الدماغ متاع الإنسان. هذاك علاش شوية شوية معناها المواد الإباحية هذية والصور الإباحية ولا الأفلام الإباحية الخليعة هذية تولي ما عادش قادرة باش أنها توصل أكل الإنسان اللي مدمن عليها على نفس الدرجة متاع اللذة ولا المتعة ولا البليزير سيكسويل هذاك والاستمتاع اللي كان يعرف ويعيش فيه. فتلقاها ولي يزيد ينفق من فلوس ولا يزيد يمشي يدخل ويبحث ويلوج على مواقع ولا أفلام ولا غيره أخرين باش يزيد يقضي أكثر وقت وأكثر معناها متعم اللي هو اللي كان يعيش فيها. شوف اللي كانت تحكي فيه أختنا نسيت اسمها شو، كريمة. كانت تحكي فيه أختنا كريمة نجم نقولها ممكن خطيبها، يتسمى حكاية فارغة بارابور ناس أخرين. راهو فما ناس راهو ملي تحل عينيها الصباح، ملي تحل عينيها الصباح ناس تقول صباح الخير تمشي تغسل وجهها وتتوكل على ربي، وهي تحل الصباح عينيها صديقنا وقاعد يضحك على يميني ما عادش يظلم. دونك يدخل يمشي يلوج على الحكاية هذيك، ما غسلش وجهه مازال ما فطرش فطور الصباح، مازال هكاك في الفرش هو ديريكت يا يحلك التابلات يا التليفون. ماك تعرف علاش قلت لك بك احنا قاسين، اما راهو الولوج ولا التمتع بمشاهدة الافلام هذه نلقاه موجود تو متاح لنا في كل بلاص، متاح في التابلات، متاح في التليفون بورتابل، متاح في في الكمبيوتر، متاح في التلفزه، متاح في المجلات، متاح في السيديات، متاح في الديفيديات، معناها متاح في برشا في عديد الوسائل وعديد لي زاباري ولا هذوما تاع النوفيل تكنولوجي. دونك باش ندخل نتفرجوا مش سهل، نبداو في بلاصتنا ونتفرجوا وفي كل بلاصه تلقاه مع انتشار شبكه الانترنت والواي فاي تو تلقاه تو ولاو ماعادش كان تعرفوا انه في تونس مثلا فما اماكن تلقى فيها الواي فاي في الشارع موجود. جراتويت تلقاه بلديه مثلا تجي تقول انا باش نعمل المنطقه نتاعي البلديه ولا المنطقه الساحه الكبيره هذه العموميه اللي عندي في المنطقه البلديه نتاعي باش نسيب فيها الواي فاي جراتويت. دكتور خلينا تو في كريمه خاطر هي مازالت تسمع فينا، هل فما حل لخطيبها ولا الاشخاص اللي كيما خطيبها؟ شوف الادمان على المواد الاباحيه هو ما يقلش خطوره، ماهوش ما ينفصلش على الادمان على الكحول او المخدرات او الخمر او غيره وغيره وغيره، في نفس الواحد وربما اكثر. لانه الخمر والكحول والمخدرات فيه متعه تاع دماغ تاع مخ نفسيه، هذا فيه متعه نفسيه وجسديه وجنسيه. فهمت؟ فيها الشيخة فيها تخميرة سبيسيال. دونك العلاج نتاعو صحيح نجمو نعالجو، لكن لازم المدمن يعبر على رغبته في انه يتلقى العلاج. والعلاج نتاعو ينجم يطول يوصل حتى لعامين وثلاثة سنين له، معناها مش يسهل. هي قالت مشى باش يداوي، ما نعرفش شكون مشى، فما الناس مختصين في علاج الادمان. مش اي انسان مختص في علاج الادمان، لازم تقطعها. فما اطباء نفسيين معناها متخصصين في علاج الادمان، فما مختصين في علم الجنس مختصين في علاج على الادمان، فما دي بسيكولوج مختصين في علاج الادمان. مش اي حتى مش اي مختص ولا مش اي انسان ينجم يعالج. فما ناس قاريه تعرف كيفاش تتعامل مع لي كا هذوما. شكرا لك دكتور. سمعتوا كلمه؟ اسمعي، عندك سؤال آخر؟ والله تعرف ما عارف، أنا في صورتنا باش نرجع له وعارف أنا هذيك هي الحاجة. انتم انفصلتوا؟ انتم انفصلوا هم.
دونك احنا زي بطل. واضح. دونك ما فماش امل دكتور. لا مش فماش فما امل. معناتها لازمها تصبر معاه وتستنى لازم معاه. تصبر لازم انت بيدك يعني تاخذ بيده وتشد بيده وتقنعه زاده باش يعالج وتآزره وتقنعه ولازم يكون معناها عنده رغبه وفولونتي باش انه يمشي. علاش باش تنفصلوا ولا باش تفسدوا على روحكم الزيجه نتاعكم؟ لا بالعكس لازمك تقف معاه. تقف معاه هكا هو. شكرا لك كريمة على التدخل نتاعك. ميرسي بوكو. انتم مازال تنجموا تدخلوا معنا 72 328 500. موضوعنا الليله هو الادمان على الافلام الاباحيه اضراره وكيفاش نتجاوزوا الادمان هذايا. نعاود نذكركم بالنمر 72 328 500 والا زاده تنجموا تخليوا لنا ميساج على الباج